أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، كيف؟ هل هي مبنية على الفتح أم معربة؟ بلا كيف، بلا كيف هذا مجرور بالباء، وإن قلت بلا كيف على الحكاية، على الحكاية وله وجه، بلا كيف على الحكاية. نعم. يقول: سلمك الله، في تتمة سؤاله: فإن كانت منونة ألا ينكسر البيت؟ لا، بلا كيف، بل ربما ينكسر البيت على الفتح، يعني يصير ثقيل، أما مع التنوين يصير خفيف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنتم تعلمون التفعيلات أنها تجعل التنوين نون، يكتب بالنون، التنوين يكتب حرف، يكتب حرفا بالنون. نعم.